السلام عليكم دكتور شريف شاذلي MSc PhD in Clinical Microbiology and Immunology and Infectious Diseases and PMP. الحمد لله النهاردة I passed my PMP exam. الامتحان ما كانش سهل وما كانش صعب. I conducted online. ما هوش سهل بالنسبة للي مش بذاكر وما هوش صعب بالنسبة للي قدى من وقته ومن جهده على مدار الأشهر اللي فاتت. الحمد لله يعني أشكر ربنا وفضله على النجاح في هذا الامتحان above target all sections. مفيش شك انه برضو كل الشكر والتقدير يروح للمهندس إيهاب شعبان لأنه إدى من وقته ومن جهده في هذا الكورس يعني ما فيه كفاية. كفيت ووفيت بصراحة يا باشمهندس. مفيش شك ان الموضوع محتاج متابعة جيدة على مدار الساعة لان في حد يرد على اسئلتك ويكون معاك خطوة بخطوة اثناء حل الامتحانات اثناء المذاكرة. طبعا انا it took me a couple of months وما كانش الموضوع سهل بالنسبة لي لانه انا مش في الحقل الهندسي. معظم السيناريوهات اللي بتناقشها الامتحانات دايما بتكون في مجال الهندسة. بما ان انا في مجال الطب وانا اساسا دكتور في كليه الطب فكان صعب عليا ان انا احاول to mimic this situation and find pretty good examples like in the medical field which fits the scenarios اللي احنا بندرسها. لكن eventually الحمد لله I've made it, I've passed it وبتفوق تمام بفضل اولا واخيرا لله سبحانه وتعالى و to our mentor المهندس. بشكرك جدا يا باشمهندس. اتمنى للجميع التوفيق وانا بعتقد انها شهاده تستحق التعب وتستحق الجهد وتستحق العناء ويجب ان تتوج بانك تكون في الاخر سيرتيفايد. انا بصراحه كنت واخد الموضوع في البدايه يعني دراسه العلم من اجل العلم ولكن مع الوقت اكتشفت انه واي نوت ان الواحد انه تو بي سيرتيفايد انترناشونالي اند تو بي ريكوجنايزد اوفيشالي وذ ساتش سيرتيفيكت. والحمد لله ربنا وفقني وأكيد أي حد حيدي من وقته وحيدي من جهده تحت إشراف كويس أكيد حيوصل للي هو عايزه. بتمنى لكم التوفيق و all the best. Good luck.